استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الأقضبية اليوم السيد دانيال مارتينوف نائب رئيس جمهورية الشيشان الصديقة للشؤون الأمنية نائب رئيس مؤسسة الحرس الوطني الفيدرالي لشؤون جمهورية الشيشان. يرافقه معالي الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة والذي يزور مملكة البحرين حاليا لحضور فعاليات بطولة كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي الذي تستضيفها المملكة. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة نائب رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين، معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تعزز التعاون بين البلدين الصديقين. ونقل نائب رئيس جمهورية الشيشان لسموه تحياتي وتقدير فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان وتمنياته لمملكة البحرين بدوام رفعته والتقدم. ووجه لسموه الدعوة لزيارة جمهورية الشيشان فيما كلفه سموه بنقل تحياته إلى فخامة رئيس الشيشان وتمنياته لجمهورية الشيشان وشعبها الصديق بمزيد من التطور والازدهار. وأشاد سموه بما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الشيشان من مستويات متقدمة من التعاون التي تترجم ما يربط بين البلدين من علاقات قوية ومتميزة في كافة المجالات. وأكد سموه أن مملكة البحرين حريصة على توسيع أطر التعاون البناء والمثمر مع جمهورية الشيشان لا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك الذي يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. من جانبه أعرب نائب رئيس جمهورية الشيشان عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، مبديا سعادته ما لقيه خلال زيارته البحرين من حفاوة استقبال وكرم ضيافة تعبر عن قيم شعب البحرين، معبرا عن إعجابه بما استمع إليه من سموه من حديث يعكس ما يتمتع به سموه من حكمة وخبرة واسعة وقراءة دقيقة للأوضاع إقليميا ودوليا. وأكد تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين، وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة على الدعوة الكريمة لزيارة البحرين لحضور البطولة، مهنئا بالنجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة بطولة كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي وما تجلى في حسن التنظيم والإعداد. وقال: تعلمنا الكثير مما شاهدناه وازددنا خبرة في هذا المجال. وأكد نائب رئيس جمهورية الشيشان أن النجاح الرائع الذي حققته مملكة البحرين في استضافة فعاليات بطولة كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي إعدادا وتنظيما يجسد ما تمتلكه البحرين من قدرات بشرية متميزة ومنشآت رياضية ذات جودة عالية.